اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. طيب احنا امبارح عملنا الحلقه الخاصه بتاعه الفراخ المقرمشه، وقلنا فيها الخلطه السريه بتاعه الفراخ المقرمشه ايه، وعملنا رز الريزو وعملنا الكول سلو، فده كان منيو على بعضه كده. النهارده برضو منيو بتاع اكل برضو بنجيبه من بره، هنعمل برجر اللحمه وهنعمل برجر الفراخ وهنعمل الناجتس. هنعمل الاساس وانتوا هتضيفوا وتشيلوا وتحطوا براحتكم تماما، واحنا شغالين هنقول بنعمل ايه. البرجر اللي هنعمله النهارده هندخل فيه فول الصويا، لا لازم، لا مش لازم خالص طبعا، بس عادة البرجر اللي بنجيبه من بره بيكون فيه فول صويا، فاحنا هنعمله زي ما هم بيعملوه، تقدروا انتوا تشيلوا فول الصويا منه اذا حبيتوا. امبارح جالي تعليق على الانستجرام بتاع سي بي سي سفره انه يعني مهما بتعملوا الاكل ما بيبقاش زي بتاع بره، يعني هو بالتاكيد مش هيبقى زي بتاع بره، لكن مش معناه انه اوحش، بالعكس بيبقى احلى وبيبقى اضمن وبيبقى افيد، فمش بالضروره ان انا اوصل لنفس الطعم بالظبط، يعني احط دي في بقي واحط دي في بقي الاقيها نفس الطعم، اكيد لا، لكن برضو في نفس الوقت دي حاجه مضمونه، دي حاجه متنكهه مظبوط، مغسوله مظبوط، معموله في البيت، اوفر، فيعني برضو في فوائد. طيب برجر اللحمه، عندي لحمه مفرومه والمفروض يكون فيها شويه دهن، يعني 20-30% دهن كده، الا اذا انا بقى عايزه اعمل دايت او حاجه. وعندي هنا فول صويا جايبينه من العطار ونقعينه في ميه سخنه، وبعدين يعني عصرين فول الصويا كويس جدا من الميه. بقيه المقادير عندي بصل مفروم، ملح وفلفل، فلفل رومي، توم بودره، بقدونس مفروم، بيض، وعندي شويه دقيق ونقطه زيت. نقطه الزيت هتتحط على الجريل على النار، ادي نقطة الزيت والجريل بسخنها على النار عشان وقت ما نخلص تكون ايه سخنت قوي وتكون جاهزة ان البرجر ينزل عليها. فدي معلقة زيت على الجريل، وبعدين عندي هنا فول صويا جبناه من عند العطار، غسلناه كويس جدا وبعدين نقعناه في ميه يعني 10 دقائق ربع ساعه، وبعدين صفينا منه الميه كويس قوي بايدينا، عصرناه بايدينا كده اهو. بصوا كل الميه اللي نازله منه دي انا مش عايزاها، بصوا اهي الميه دي انا مش عايزاها عشان هتفك لي البرجر. هاخد هنا في الكبه هحط البصل، الثوم البودرة، الملح، الفلفل الأسود، الفلفل الرومي، وبعدين هقوم منزلة عليهم بيضة، وهقوم حط عليهم فول الصويا بعد ما عصره كويس قوي من المية. طيب فول الصويا ممكن يبقى قد اللحمة، ممكن يبقى ضعف اللحمة، ممكن يبقى نص اللحمة، كل واحد بقى حسب إمكانياته وحسب رغبته. واللي عندهم طبعا حساسية من الصويا هيشيلوه ويستخدموا لحمة بس. مين معانا؟ هضرب بقى دول يا أم آدم كويس قوي. أم آدم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ عاملة ايه؟ ازاي حضرتك عاملة ايه؟ مبسوطة والله أول أنا بكلمك. ربنا يخليك يا حبيبتي، أنا أسعد، اتفضلي. الفراخ اللي أنت عملتيها يعني معظم التوابل كده يعني مش موجودة عندنا، لأن أنا قبل كده اتصلت بيك وقلت لك إحنا من منطقة متطرفة قوي، يعني معظم التوابل والحاجات اللي أنت بتعمليها دي إيه اللي من عندنا. التوابل اللي إحنا استخدمناها مش موجودة عندك؟ يعني على فكرة يعني حضرتك ساكنة في الفيوم، مفيش عطار؟ برضه مفيش الحاجات اللي ايه اللي مش موجود عندك. عشان اقول لك البدايل بتاعته، ايه اللي مش موجود؟ بتقول ايه؟ ايه اللي مش موجود عشان اقول لك تستخدمي بديله ايه؟
كلمينا تاني يا ام ادم حتى لو على الكنترول عند ريهام، سيبي لي اسامي الحاجات اللي مش موجوده عندك وانا اقول لك تستخدمي بديل ليها ايه. في حاجات بنعرف ان احنا يا جماعه، يعني انا اكتر حد بهتم بموضوع البدايل والحاجات اللي مش متوفره، لكن في اكلات هي اساسها كده، يعني هي الحكايه كلها في ال 12 تابل بتوعها، فدي انا معلش مش هقدر يعني العب فيها قوي. ينفع نستبدل؟ اه ينفع. ينفع نشيل حاجه مش موجوده عندنا؟ اكيد ينفع. لكن هتطلع نفس النتيجه؟ لا مش هتطلع. فاحنا بنبقى محتارين نقول الحاجه وطريقتها عشان تطلع زي النتيجه اللي انتوا عايزينها، ولا ندي بدايل علشان نبقى مسهلين الامور. فاحيانا بنعمل كده واحيانا بنعمل كده. كلميني يا ام ادم تاني وقولي لي الاصناف اللي مش موجوده عندك وانا احط لك البدايل بتاعتها. ومش عاده ان احنا بنستخدم 12 تابل في الوصفه، يعني حضرتك بتقولي انا دايما بقول لك وانا دايما بقول لكم على البدايل وبنشيل ونحط مع بعض زي ما احنا عايزين، بس هي الوصفه معتمده على التوابل اصلا. نضرب بقى هنا. وبعدين هقوم منزله اللحمه. يا سيد. يا اميره. اهلا وسهلا. عامله ايه يا ملكه؟ يا رب يخليك، الملك لله وحده. انت فعلا اميره، ربنا يبارك لك يا استاذ سيد، الملك لله وحده. كان حيفني عنك الامتحانات بس كده خلاص. هكلمك ان شاء الله كل يوم. ربنا معاك دايما وبالتوفيق وتنورني كل يوم. أميرة طبعا اميره بعد اذنك، كنت بس كان نفسي ان انا اطلع معاكي. انا يشرفني ويعني على راسي من فوق، على راسي من فوق يا استاذ سيد، وبشكرك على تليفونك. هضرب بقى اللحمه مع فول الصويا ومجهزه انا بوله علشان اعمل ايه، انقص. لا هي اللي هتجيلي. انقص وابتدي احط يا جماعه ايه شويه شويه علشان ادي فرصه للكبه تشتغل. واقفل واشغل. مش عايزه برضو يعني انعمها بقى زياده عن اللزوم تبقى ميه، بس انا عايزه ادخل المقادير مع بعض. هعملهم على ثلاث مراحل عشان اتاكد ان انا خلطت الامور كلها كويس جدا مع بعض. فول الصويا مع البصل والفلفل الرومي والثوم البودره والملح والفلفل والبيضه اللي حطيناها مع اللحمة المفرومة. طبعا تقدروا تنعموها عن كده، بس انا ما بحبش البرجر الناعم قوي ده، انا بحب البرجر يبقى يعني باين انه لحمة، يعني مش عجينة قوي. يلا شكرا. البقدونس ما رضيتش احطه عشان هينزل ميته وهيسود، فهقوم مدياله دلوقتي يا ام يوسف كده وابتدي اخلط بقى بايدي براحتي. يا ام يوسف. الو ام يوسف، ازيك؟ ازيك يا شيف اميره، عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله حبيبتي. لو سمحت عايزه اعرف طريقه عمل اللانشو. عيني حاضر. بصوا يا جماعه اهو انا بالنسبه لي كده كويس قوي. عايزين تنعموها عن كده؟ طبعا ممكن جدا، مفيش اي مشكله خالص. ممكن كمان من عند العطار تجيبوا بهارات برجر وتحطوها معاها. ممكن بعد ما تخلصوا شوي على الجريل تقوموا مدينها فحمايه سخنه ومعلقتين ونقطتين زيت وتدوها طعم الفحم، ممكن جدا. ينفع كمان بعد ما نخلص كده نقوم حاطين البرجر ده على صاج للفرن ومدخلينه الفريزر يجمد، وبعدين نشيله بقى طبقات ونعمل اكياس في النص ونشيله، يبقى عندنا برجر في الفريزر. يا نرمين. يا حبيبه قلبي يا اميره. ازيك يا نرمين؟ ازيك يا اميره، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا اميره تمام. تسلمي ايديكي على حلقه امبارح كانت رائعه يا اميره. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي.
ربنا يخليكي يا اميره. اميره انا طالبه منك طلب. اموري. ربنا يخليكي يا رب. انا عايزه يعني طريقه حلوه كده للبطايه، بس يعني مش طريقه تقليديه، طريقه اميره الجميله كده. حاضر عيني عيني اقول لك طريقه بط حلوه جدا. طيب ناخد بالنا ان البرجر بطبعه ممكن ان هو يكش شويه، لان ده لحمه مفرومه يعني، فلما بتستوي ممكن انها تكش شويه، فيعني كبروه شويه عن ما انتم عايزينه عشان لما يكش ما يصغرش قوي. وبعدين بنحاول ان احنا بعد ما بنخلص نعمل كده ايه في النص زي حفره صغيره كده علشان اساعده ما يكشش قوي كده، بس بايدي كده واحط هنا واسيبه لحد ما ياخد لون كويس جدا من تحت قبل ما اقلب يا نجلاء عشان ما يفكش. يا نجلاء. الو. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي، بحب اكلاتك. ربنا يخليكي يا نجلاء، تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا. اموري يا نجلاء، اتفضلي. طب ممكن تقولي لي طريقه الفراخ اللي انت عملتيها امبارح؟ عيني اقول لك طريقه الفراخ، وبعد ما ارجع من الفاصل انزل لك الخلطه كمان السريه بتاعه الفراخ المقرمشه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع، اكون انا سويت البرجر هنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب البرجرز خلاص ممتازين، وحاسبهم يكملوا كمان سواهم، لسه ما استووش سوا كامل. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض الناجتس. بصوا الناجتس ليها برضو زي البرجر مليون طريقه، ممكن طريقه زي اللي عملناها قبل كده ان احنا ندخل معاها شويه بطاطس مهروسه. اولا بتمسكها تديها طعم، تخلي الولاد كمان يحبوها، وبترمي كميات اكبر، ما تبقاش فراخ بس، ممكن جدا. بس برضو عشان احنا عملناها قبل كده بالبطاطس فانا غيرت المره دي وشلت منها البطاطس. المقادير بتاعه الناجتس: صدور فراخ فيليه مفرومه، هتجيبوها مفرومه، هتفرموها انتوا في الكبه في البيت براحتكم، بصل مفروم وثوم مفروم، كرفس مفروم، دقيق وبيض وبابريكا، قرفه وبقسماط وملح وفلفل وزيت للقلي، او هنحطها على صاج وندخلها ال الفرن تتقلي جوه. اوكي ماشي. طيب كانوا لسه بيقولوا لي في الفاصل انه في برجرز في السوق بتتعمل من غير لحمه خالص. طبعا في بيتعمل بفول الصويا بس. الناجتس معاكوا اهي على الشاشه. طيب ينفع برضو الناجتس نعملها في الكبة فتبقى برضو مضروبة تماما، ممكن. ادي البصل، الكرفس، الثوم، القرفة بدلها ممكن نحط حبهان، البابريكا، الملح، الفلفل الاسود، البيض، وبعدين هخلط كل ده الاول كويس، وبعدين هنزل عليهم الفراخ المفرومه، وادخل المقدار كله في بعضه. واحط له رشه من البقسماط ورشه من الدقيق الابيض. لو انا بقى حطيت بطاطسايه مسلوقه مش هحتاج الـ الدقيق والبقسماط دول اللي جوه، البطاطس هي اللي هتمسكها لي، فبراحتكم بقى. ممكن كمان لبابه عيش فينو مبلوله ومعصوره كويس، عيش يكون قديم عندنا يمسكها برضو معايا. بس كده مسكت نفسها وبقت كويسة جدا. ممكن بقى جدا اقوم جايبة دقيق من تحت فرشاه وفردة عليه الناجتس، ودقيق من فوق، واقوم اقطعها بالقطعات، يبقى عندي ناجتس اشكال للولاد. ممكن اذا حبيتوا تعملوها كده ممكن جدا. طيب
انا عشان ما اوسخش كل الدقيق والبقسماط اللي عندي، هحط هنا شويه من البقسماط وعليهم شويه من الدقيق واشتغل بيهم. متشكره جدا جدا يا استاذه والله. صح. طيب معلش يا جماعه عشان الخلطه السريه بتاعت الدجاج المقرمش عامله لنا قلق في الاوساط، فهي معاكم تاني على الشاشه تقدروا ان انتوا تصوروها. وقلنا ان بنحط عليها شويه من النشا وبعدين بنديها كل التوابل، ال 12 تابل اللي معاكم على الشاشه، وبعدين ممكن نحتفظ بقى بالخلطة دي ونستخدمها. جالي بقى مليون سؤال، طب أميرة لو أنا استخدمت التتبيلة دي في البانيه ينفع؟ طبعا ينفع. فراخ روستد في الفرن ينفع؟ طبعا ينفع. التتبيلة دي تنفع لأي نوع فراخ أنتوا عايزينه، لكن هي مشهورة أو مميزة بالفراخ المقرمشة. لكن مش معناه أبدا أن أنا لو خدت معلقة من التتبيلة دي وحطيتها للفراخ البانيه هتطلع وحشة، بالعكس. طب احنا متشكرين جدا يا ميشو والله على المجهود الخارق اللي انت عملته معانا في الخلطة السرية. شكرا جزيلا. انا بشوف معاكم حاجات هنا والله عجب. يلا معلش اهي يا جماعة الناجتس دي بقى ممكن نقليها، ممكن ندخلها الفريزر تتجمد، وممكن هنعمل زي ما احنا هنعمل كده، هنعملها بطريقة صحية شوية، ان احنا هنحطها على ورق زبدة على صاج على للفرن وهندخلها تتخبز، يعني تبقى مخبوزة بدل ما هي مقلية. اهو هخلص الكمية دي الاول وبعدين نعمل كمية كمان. هنا في صاج عليه ورق زبدة، هعفرها بالدقيق والبقسماط كويس قوي من كل الاتجاهات بدون زيادات، واقوم حطاها على الصاج هنا اهو. ممكن بقى لو عندكم بخاخة تحطوا فيها شوية زيت وتبخوها زيت كده خفيف قوي وتدخلوها الفرن، أو من غير زيت خالص، أو تحطوا عليها دريزل زيت زي ما أنا هعمل دلوقتي، وممكن من غير زيت خالص برضو هتبقى حلوة جدا. عايزين تقلوها اقلوها، عايزين تضربوها في الكبة علشان الخضار ما يبقاش باين فيها خالص اوكي برضو، كله ماشي مفيش مشكلة خالص. والمقادير قبل طبعا للتغيير، عايزين بقى تحطوا بطاطس، عايزين تشيلوا حاجة تحطوا حاجة براحتكم، التوابل كمان براحتكم، عايزين تشيلوا حاجة وتحطوا حاجة براحتكم خالص يا سارة. سارة الو ازيك يا سارة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ كويس. قولي لي حبيبتي عايز تسألي على ايه؟ عايزة اسأل خلطة ايه؟ عن الشاورما. حاضر عينيا. الشاورما بنجيب لها من عند العطار بهارات الشاورما سواء كانت لحمة أو فراخ، أو من عند السوبر ماركت أكياس، وموجودة عند البقالين الصغيرين كمان. وبعدين بحط لها خل التفاح، وبحط لها معلقة زبادي، بحط لها بهارات الشاورما، بحط لها ملح وفلفل وحبهان ومستكة، واتبلها كويس جدا من بالليل للصبح، وبعدين ارفعها مع معلقه الزيت اشوحها، استوت بنزل لها بصل وطماطم شرايح وبقدونس، وتبقى عندنا احلى شاورما يا رانيا. رانيا الو ازيك يا رانيا؟ اهلا ازيك يا اميره، اخبارك ايه؟ الحمد لله. أموري يا حبيبتي. لو سمحتي يا أميرة أنا بقالي فترة طويلة والله قربت على السنة، طالبة منك المكرون. حبيبتي أنا مش ناسياكي والله، مش سنة ولا حاجة، بس أنا مش ناسياكي والله. والله عيني. من زمان. لا هو من زمان فعلا بس مش لدرجة سنة، بس أنا مش ناسياكي. أنا هو يا جماعة برضو إيه، أنا عايزة الناس تبقى متفهمة. أنا عايزة الناس تبقى متفهمة إنه أنا بشتغل المنيو متكامل على بعضه، بمعنى أني أنا بعمل
باخد رضوى رهينه لمده 12 ساعه في اليوم. نعمل منيو، بنعمل منيو متكامل، بمعنى بنقعد نقول احنا عندنا مثلا في الشهر ده المناسبه الفلانيه، فعندنا الاسبوع ده هنشتغله كده، و بنشتغل ان المنيو يكون متناسق مع بعضه، يعني اليوم يكون على بعضه متناسق. فساعات ما بعرفش ادخل حاجات مع حاجات، فمعلش يا رانيا استحمليني شويه، انا مش نسياكي وكاتبه الماكرون والله، بس انا كمان لما بحب لما اعمل الحاجه اعملها اكون واثقه مليون في الميه من النتيجه، اكون واثقه مليون في الميه اني هعرف ان انا افرد لها وقتها مظبوط في الحلقه، واديها وقتها، وادي التركات بتاعتها والنصايح بتاعتها مظبوط، واطلع الحاجه انا ارضى عنها قبل ما انتوا تكونوا راضين عنها. فمعلش استحملوني، انا نمكيه في الحته دي شويه، بس ده لصالح الوصفه ولصالحكم، لصالح العمل العام. اتفضل حضرتك جوه الفرن معايا هنا بعد اذن حضرتك عشان العمل بس ياخد مجراه. بعد اذن حضرتك. يلا يا تسنيم. الو، ازيك يا تسنيم؟ ازيك يا عمي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ تمام يا عمر. اموري يا تسنيم. كنت عايزه اعرف ال 12 تابل اللي كنا بنحطهم، لو عايزه احطهم على البانيه. كنت احطهم مع مع ايه بالظبط، في انهي وقت بالظبط، يعني مع تتبيله البانيه ولا احطهم عادي؟ انت بتسالي هم الايه اصلا؟ لا انا لو عايزه احطهم مع البانيه. هتحطيهم في التتبيله بتاعه البانيه وهتحطيهم في البقسماط بتاع البانيه. صح كده، هو ده السؤال؟ تمام. ان انا احطهم مع البقسماط بس ولا مع التتبيله برضه؟ لا انا بحطهم مع الاثنين صراحه. خلاص تمام، ماشي يا اميره، نورتيني يا حبيبتي، ربنا يخليكي. طيب يا جماعه نطلع فاصل، يلا فاصل ونرجع. عندنا البرجر بتاع الفراخ، ودخلنا الناجتس، والبرجر هيكون استوى اللحمه. استنونا. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل. طيب بصوا، انا عملت ايه؟ حطيت برجرز لوحدهم وعملت ساندوتش واحد. انا في البيت لما بيبقى عندي اكله برجر بحط البرجر لوحده، وبحط زي ما انتم بقى شايفين الترابيزه كده، ما شاء الله، يعني كل بقى اللي موجود، شويه بطاطس محمره، شويه من الجبنه اللي هي الشرايح دي، جرجير، خس، بصل، طماطم، فلفل الوان، العيش طبعا، وعندي هنا الناحية التانية مستردة وكاتشب ومايونيز. ليه؟ علشان كل واحد يعمل الساندوتش اللي هو بيحبه، يعني بيبقاش الموضوع كله زي بعضه وكله مضطر ياكل، لا كل واحد يعمل اللي هو عايزه. فأنا عملت ساندوتش واحد، وده اللي أنا هعمله في الناجتس وفي البرجر الفراخ، والباقي حطيتهم في طبق على أساس كل واحد يعمل اللي هو عايزه. البرجر طري جوسي منشفش، واحنا متخنينه كمان شويه علشان ما ينشفش ويبقى طعمه حلو. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض البرجر بتاع الفراخ، برجر الدجاج. عندي فراخ مفرومه، عندي ملح وفلفل، قرفه، حبهان بودره، جزر مبشور، كرفس مبشور او يعني مفروم ناعم، سبانخ مجمده وهنعصرها من الميه بتاعتها كويس جدا، بيض، بقسماط، ثوم، زعتر، ومعلقه زيت. معلقه الزيت هنحطها في الطاسه اللي بتسخن على النار على طول علشان تبقى جاهزه للتسويه. وفي البوله هحط كرفس، ثوم، جزر. كده احنا طبعا مش محتاجه اقول لكم ادينا فايده للولاد، وفي نفس الوقت مش هيحسوا بوجود الخضار خالص، وفي طبق هم بيحبوه، يعني هم بيحبوا البرجر. عايزين برضو تضربوه بالكبه ممكن، ومش هزود السبانخ عن كده عشان ما تبانش قوي. قرفه، ملح، فلفل اسود، زعتر، حبهان، بيضة،
نخلط دول الاول كويس قوي، السبانخ مع الجزر مع الكرفس مع الثوم مع البيضه والملح والفلفل والزعتر والحبهان والقرفه، وبعدين اقوم منزله عليهم الفراخ المفرومه، ينفع فراخ ينفع لحمه ينفع ديك رومي اللي انتوا عايزينه. ممتاز. وبعدين هنزل معلقتين البقسماط معلقتين الدقيق، وقلنا ممكن بدلهم بطاطسايه تكون مسلوقه ومهروسه او وحده عيش مبلول ومعصور كويس قوي. استاذه نعمه معانا على التليفون. يا مدام نعمه، مدام نعمة يا أم عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيف أميرة، أنا عملت من حضرتك وصفة الشوكولاتة، بس الشوكولاتة الخام بس طلعت فاشلة جدا، وعملت المكرونة بالكزبرة برضو طلعت فاشلة. يا نهار أبيض، ما بتعمليش مقادير بالظبط، ده يوم الفشل العالمي بقى. والمكرونة بالكزبرة إيه اللي طلع فاشل فيها يا أم عمرو؟ طلعت طعمها مش حلو خالص والله. يبقى حسب ذوقك بقى، مش هي فاشله، فاشله دي يعني الوصفه باظت. مكرونه بالكزبره ايه اللي ممكن يبوظ فيها؟ يعني اذا كانت هي مش على ذوقك ده موضوع تاني، في ألف وصفه تانيه ممكن تلاقي ذوقك يا ام عمرو. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. وايه المقادير المظبوطه في المكرونه اللي بالكزبره؟ يعني ايه اللي ممكن اكون مخنصراه في المكرونه اللي بالكزبره ومش بديها لك مظبوطه؟ نورتيني. في اي حد تاني عايز يتخانق النهارده عندك يا ريهام ابعتيه. شوفي مين تاني عندك عايز يتخانق وابعتيهولي. يلا. وادي يا جماعه البرجر اللي بالفراخ، ادي البرجر انا بنزله في الدقيق بس يا دوبك يمسك نفسه، مش اكتر من كده يا جماعه، يا دوبك يمسك نفسه اهو. ده يساعده علشان انا مش هدخله الفريزر او التلاجة، فالمعلقة بتاعت الدقيق اللي بعفر بيها دي بتخليه يمسك بس ايه نفسه شوية. اذا عندنا وقت وندخله الفريزر او التلاجة طبعا يديني برضو نتيجة كويسة جدا، وممكن محتاجش بقى ايه للدقيق. تعفيرة بسيطة جدا، ونزل الباقي كله من عليه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. وأقوم منزلة هنا أهو، هايل. وبعدين أول حاجة هعملها بعد ما أخلص ده أروح أبص على الفرن عشان بتهيألي إن الناجتس خلص. أهي ممتاز. يا جاكلين. ألو جاكلين، إزيك؟ ازيك يا اميره، عامله ايه؟ عامله ايه انت يا حبيبتي؟ بصي انا ما بتابعش حد قدك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، حد ممتاز زيك يا اميره. تسلمي. في كلها تسلمي يا حبيبتي. ومعروف ان الشجره المثمره بتتحدف دايما بالطوب. ربنا يخليكي، هو الطوب زياده بس شويه النهارده. ان انت يعني طب طب طب. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي لي كلك ذوق. يعني وانسانه مطبعه جدا، وعمري ما شفت واحده شاف بتقعد تدي بدايل بالهبل، وده مش مهم، ده مش مشكله خالص، ده تستعملي ده ما تستعمليش ده، ووصفتك هايله يا اميره. ربنا يخليك، وانت شخصيه ممتازه. كتر خيرك. يعني مش عايزه اقول نفاضي يعني. ميرسي جدا، ميرسي ليكي جدا، كتر خيرك، نورتيني. يا جماعه انا الحاجات دي ما بتقفش في يعني ما بتقفش في زوري قوي، ما تقلقوش يعني. معلش، كل واحد له رايه وانا بحترم كل الاراء، لكن بحب الاراء تكون بس ايه منطقيه. يعني لما نقول حاجه فاشله يبقى احنا عملنا حاجه وطلعت المقادير مش مظبوطه وباظت مننا، لكن طلعت مش على ذوقنا يبقى دي مش معناها ان الوصفه فاشله، بس التوصيف بس مش اكتر. لكن تطلع بقى فاشله، تطلع حلوه، تطلع عجباكوا، تطلع مش عجباكوا، ده شيء زي ما انتوا عايزين، انا معاكوا للاخر خالص، يعني ما عنديش اي مشكله خالص. بصوا بقى يا استاذ شريف الناجتس عشان ايه
عشان بص بس عشان نبقى متفقين بس معلش نتفق بس كده هوت ونبقى على نور علشان ايه بص اهو اهي ولا بقى بتتفرهد ها اختبار يعني تفرول اهو علشان بس ما حدش يقول عملتها وما نفعتش اهو نفعت اهي يلا ادي الناجتس وعملناها كمان في الفرن مخبوزه مش مقليه علشان تكون صحيه اكتر لاولادنا في المدرسه اهو اهو نخلي بالنا ان احنا بنهتم بكل البدايل بنهتم بكل تفاصيل الوصفه لدرجه احيانا بتكون ممله لبعض الناس وبنقعد نعيد ونزيد ونقول في التفاصيل علشان الناس ما تتوهش في البيت يا مدام ناديه ايه يا اما يا مدام ناديه اسالي عليا يا ميرو والله العظيم عندك حق يا مدام ناديه انا اسفه والله انا كنت تعبانه وشغاله كده نص يعني نص كفاءه عايزه بوسه ربنا يخليكي يا رب يا مدام ناديه يا نهار ابيض انا طول بصي يا قمر ما لوش في الورد عيب يا قمر الله يخليكي هو في زي اميره في الدنيا ربنا يبارك لك يا مدام ناديه فيه وفي احسن كمان الله يخليكي يا رب من الاكل والشرب كفايه انسانه واقفه خلوقه ومحترمه وجميله ونضيفه زي الفل الله يبارك لك يا مدام ناديه يا رب احنا صحاب البيوت يا اميره اللي هم اللي بياكلوا ويشربوا بنغلطوا في الاكل مش حد بقى الشيف كده بتبقى واقفه وعامله حساب كل الناس تسلمي لي يا مدام حاجات مننا تتحرق حاجات تبوظ ربنا يهدي يا ميرو يا رب لنا يا رب تسلمي لي يا رب ما تحرمش من تليفوناتكم ولا من اسئلتكم عليا ابدا يا مدام ناديه نورتيني وشرفتيني وكان المفروض اسال على حضرتك فعلا سامحيني انا بس اليومين دول شغاله كده ايه يعني نص باور نص باور معلش انا اسفه لان دور البرد عامل معايا عمايل مش تمام قوي يعني نورتيني يا مدام ناديه ربنا يبارك لك يا رب انا ما عنديش اي مشاكل يا جماعه كل اللي عايز حاجه وعنده راي وعنده وجهه نظر على راسي من فوق مين معلش مين يا مدام عايده اهلا بيك يا حبيبتي يا اهلا وسهلا اولا الف سلام عليك يا اميره الله يسلم حضرتك جدا يا حبيبتي تسلمي لي يا رب الله يسلم حضرتك كتر خيرك اتفضلي بصي يا حبيبتي عندي سؤال ملح فشلت فيه عارفه حضرتك البين سكراوت اللي هو تقريبا نبته الفول الصويا دي بتطلع كده زي الحلب عندنا كده انا نفسي اعرف ازاي بتتعمل حاولت بشتى الطرق على قطن وعلى ميه وعلى حضرتك عايزه تنبتيها يعني حضرتك عايزاه تنبتي فول الصويا انا فاهمه كده صح حاضر كده اللي هو زي البين سبراوت كده بتبقى عندها زي ايوه بس حضرتك بتنبتيها بايه بفول الصويا اللي عند العطار يا حبيبتي لا مش هتنفع هقول لحضرتك حاضر عينيا لا دي يا مدام عايده بتتنبت بفول الصويا الاخضر يا اما بيتباع في عند الفلاحين يا إما بيتباع أحيانا في كانز أو أكياس لازم يبقى فول صويا أخضر بناخده نشطفه كويس جدا ونحطه على القطنة ينبت لكن الفول الصويا الناشف اللي عند العطار ما ينبتش فهسأل لحضرتك تجيبيه منين بالظبط وهبقى أسيب لحضرتك في الكنترول إن شاء الله المعلومة مع ريهام البرجر بتاع الفراخ قرب يستوي فانا هسيبه ياخد بقيه تسويته لحد ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا لنا استنونا اهلا بيكم بعد الفاصل طيب احنا عملنا ايه النهارده بقى عملنا برجر اللحمه واستخدمنا فيه فول الصويا وعملنا برجر الفراخ واستخدمنا فيه السبانخ وعملنا الناجتس وعملناها في الفرن بدل ما نقليها في الزيت علشان يبقى بديل صحي لأولادنا اوكي فالوصفات النهارده كلها طبعا لكل البيت لكن بالاخص الاطفال اللي بيشبطوا في الاكل ده بره نعمله لهم في البيت ياخدوه معاهم في المدرسه ياكلوه في البيت مع اصحابهم عندهم عيد ميلاد عندهم تمرين هياخدوه وهم في الطريق ياكلوه ايا كان نفس الكلام عملناه امبارح في البدايل اللي عملناها للفراخ المقرمشه ورز الريزو والكول سلو
برضو وصفات الكبير والصغير بيحبها وخاصة الأطفال، فعملناها في البيت وحننزل لكم دلوقتي الخلطة السرية للفراخ المقرمشة بعد ما نراجع حاجاتنا النهاردة واحدة واحدة. برجر اللحمة حطينا عليه فول صويا من عند العطار ونقعناه في مية وبعدين صفيناه كويس جدا، حطينا عليهم بصل وفلفل رومي، ثوم بودرة وبقدونس، بيض وملح وفلفل، وبعدين حطيناهم على النار على الجريل مع معلقة الزيت. بعد كده عملنا مع بعض الناجتس، حطينا طيب برجر الفراخ الأول ماشي، بس ده الناجتس يعني احنا كده عندنا وصفتين على الشاشة على بعض، اللي جنبه بقى على طول. ها يلا برجر الفراخ حطينا، شكرا جزيلا، الفراخ المفرومة عليها القرفة والحبهان والجزر والكرفس والسبانخ والبيض والثوم والزعتر والملح والفلفل، حطينا معلقة الزيت على الطاسة وحطينا لهم معلقة دقيق ومعلقة بقسماط، مسكنا بيهم الكلام ده وعفرناها بمعلقة دقيق بعد كده. وزي ما أنا قلت لكم احنا عملنا ساندوتش لكل صنف والباقي حطيناه كده مع حاجة التقديم. عملنا كمان الناجتس المخبوزة، البديل الصحي للناجتس لولادنا. حطينا صدور الفراخ عليها البصل والثوم المفرومين، كرفس مفروم، دقيق، بقسماط، بيض، بابريكا، قرفة، ملح وفلفل، وزيت القلي استبدلناه برشة زيت خفيفة جدا أو من غير خالص. حطينا على صاج للفرن عليه ورق زبدة ودخلناهم الفرن شغال من فوق ومن تحت، وده شكل الساندوتش بتاعه. هنزل لكم دلوقتي الخلطة السرية للدجاج المقرمش، وقلنا نقدر نستخدمه للفراخ المشوية، نقدر نستخدمه للفراخ البانيه، استخدموه لأي صنف فراخ انتوا عايزين تستخدموه. حطينا روز ميري كلهم مقادير واحدة يعني ثابتة، يعني معلقة المعلقة المعلقة المعلقة، 12 تابل قدامكم، روزميري وزعتر وبقدونس، بابريكا وشطة، ملح وفلفل، ثوم بودرة وبصل بودرة وحبهان بودرة، كاري وقرفة. بعدين حطينا عليهم معلقة النشا، رجناه كويس جدا وحطيناه في برطمان نقدر نطلع منه معلقة عند الاستخدام. زي ما قلت لكم تعملوا بيه فراخ مشوية، تعملوا بيه فراخ بانيه، تستخدموه طبعا للوصفة الأساسية اللي هي الفراخ المقرمشة زي ما انتوا عايزين. عملنا معاه كمان رز الريزو والكول سلو، ودي كان المنيو بتاع امبارح. فالمنيو بتاع امبارح والمنيو بتاع النهاردة هما منيوهات المحلات جانك فود او الفاست فود اللي احنا بناكل فيهم احنا واولادنا، عملنا ليهم البدائل الصحيه في البيت. يلا يا مدام تيسير، مدام تيسير، مدام تيسير. طيب دي كانت وصفتنا النهاردة، عملنا برجر اللحمة، عملنا برجر الفراخ، عملنا ناجتس الفراخ. استنونا يوميا من 4 لـ5 على الهواء، إعادة الساعة 10:30 بالليل، إعادة تاني يوم الساعة 9 الصبح. أميرة شنب، برنامج أميرة في المطبخ بالعربي على الفيسبوك، cbcsفرة.com، cbcسفرة على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا، دايما استنونا.